أهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام في حلقة جديدة من برنامج صدى الأقلام، نرصد فيها أبرز ما كتبت الأقلام بالصحف العراقية والعربية والعالمية، ولكن بعد جولة في أهم العناوين. في العربي الجديد، قطع طرق مواقع نفطية جنوبي العراق والأمن يصعد ضد المتظاهرين. في القدس العربي، غلق طرق وحرق منازل نواب في محافظات جنوب العراق. في الخليج الإماراتية، القوات الأمنية تحرق خيام الاعتصام في ذي قار وقتلى بتفجيرات في بغداد. في البصائر، ميليشيات تحرق سرادق الاعتصام أمام شركة نفط ذي قار. في المدى، أصابع الاتهام نحو الطرف الثالث بحرق نحو 1000 محل ومخزن في شارع الرشيد. في موقع الحرة، واشنطن تلوح بفرض عقوبات على المسؤولين عن العنف ضد المتظاهرين في العراق. وفي الزمان، أسود الرافدين تنثر الأفراح وتهزم العناب في افتتاح خليج 24. أمست حكومة العملية السياسية في حالة يرثى لها على المستوى السياسي والإعلامي، فهي تعاني من ابتذال في الخطاب وكذب صريح في المواقف وعجاج وتخبط لا سابق لهما في ظل تصاعد أحداث ثورة تشرين العراقية. جهاد بشير يقول في صحيفة البصائر إنه منذ أن باشرت حكومات الاحتلال رجت الشماعات التي تعلق عليها أحزاب السلطة فشلها، وتنوعت أصنافها وتعددت، وباتت الاتهامات الجاهزة مغلفة ومعدة للترويج، وعلى رأسها الإرهاب والمؤامرات والدعم الخارجي. جاءت ثورة تشرين من قلب حاضنة شعبية طالما روجت السلطات والأحزاب في مراحلها المتلاحقة على أنها مستهدفة ممن تسميه الإرهاب، بهدف تدجينها وتطويعها لتكون أداة ضغط جماهيري يدعم حكومات العملية السياسية ويضفي لها الشرعية المفقودة بتأليب تاريخي ونمط مؤطر بفتاوى سياسية وأسلوب ثالث يلامس العاطفة ويخاطب وجدان بسطاء الناس. وكثيراً ما تم تصنيف المكونات المجتمعية العراقية الأخرى ضمن سياق هذا الإرهاب وفق منهج طائفي متبع في أساسيات العملية السياسية. ولما لم يعد بمقدور سلطات الحكومة في بغداد وأحزابها وأبواقها الإعلامية وصف حاضنة الثورة بما كانت تحذرها منه ابتداءً، ابتدعت نموذجاً متكلفاً ترمي فيه إلى استعادة التحشيد الطائفي بأسلوب جديد، فإذا بها تروج لمصطلح الآخرين في إشارة إلى حاضنة مجتمعية أخرى سبق أن تبنت المقاومة وقادت الحراك الأكبر لإسقاط العملية السياسية قبل بضع سنين لمحاولة إقناع الشارع العراقي بأن ثورة تشرين تم تأجيجها من قبل هؤلاء نكاية بالنظام لكونه ينتمي لطائفة ما، وخداعاً لحاضنة هذه الطائفة التي خرجت ثم استعلت على مطالب الخدمات والتوظيف بمطالب اقتلاع الحكومة وأحزابها جميعاً. الكاتب يقول إن الآخرين حاضرون بقوة في المشهد العراقي، فهم مساندون لثورة شبابه أو مساندون وداعمون لها ومشاركون فيها بوضوح ميدانيا وتعبويا ودعما إعلاميا وتوثيقيا وغير ذلك، وليس هذا تصديقا لادعاءات حكومية ذات مسار منحرف، بل هو إثبات لحقيقة تاريخية يعرفها شباب ثورة تشرين أنفسهم، سيكون لها شأن في مستقبل البلاد وتأثير مكمل لجهد الثورة. في محاولة لرسم صورة واضحة لانتفاضة الشباب العراقي انتفاضة تشرين، لابد من قراءة لطبيعة الساحة التي تقف عليها تلك الانتفاضة العراقية الوطنية المتميزة في كل عناصرها التي صيرتها حالة فريدة ومدهشة في تاريخ العراق الحديث.
الدكتور رافع الفلاحي يقول في موقع الهيئة نت إنه على أساس هذه التضاريس الواضحة لخارطة المقاومة والرفض العراقي يمكن تقديم قراءة لصورة انتفاضة شباب انتفاضة تشرين، يبينها على النحو التالي. أولاً، انتفاضة العراقيين انتفاضة تشرين هي حالة مهمة وحلقة متميزة في سياق التظاهرات والانتفاضات والوثبات والثورات العراقية في العصر الحديث، وهي تعبر بحق عن رأي الشعب بعدم شرعية العملية السياسية التي بدأت بعد الاحتلال الأمريكي للعراق. ثانياً، لم يعد ممكناً أبداً إعادة عقارب الساعة إلى ما قبل بدء الانتفاضة في الأول من تشرين الأول، فلم يعد ممكناً ردم الهوة بين الشارع العراقي والعملية السياسية كإطار جامع للحكومة والأحزاب والقوى والشخصيات والميليشيات والمرجعيات المنتمية إليها والمدافعة عنها. ثالثاً، سقف المطالب للشباب المنتفض ارتفع سريعاً ليثبت عند خط إسقاط العملية السياسية والتخلص من الأحزاب وتغيير الدستور وإلغاء قانون الانتخابات ومحاسبة الفاسدين وتقديم من خاضوا في دماء العراقيين إلى القضاء وإطلاق سراح المعتقلين والمخطوفين من ساحات التظاهر أو بسببها، وتأمين كامل للخلاص من التبعية لإيران وإنهاء الميليشيات وأدوارها. رابعاً، المعركة الجارية الآن بين الشباب الشعب وبين الحكومة العملية السياسية هي في الحقيقة معركة كسر عظم مثل ما يقال، وقد دلت على ذلك منذ اليوم الأول لانبثاق الانتفاضة في الأول من تشرين الأول الماضي كونها انتفاضة تتضارب تماماً مع أفكار وتوجهات العملية السياسية وأربابها، وكونها وهو المهم انتفاضة عابرة للطائفية. ويرى الدكتور رافع الفلاحي أن احتمال عدم تحقيق الانتفاضة لأهدافها بالتفاصيل التي أعلنت عنها لا يمنع من القول أن العراق سيشهد بفضل الانتفاضة تغيرات لابد أن تحصل في الخريطة السياسية، إذ أن التصدع في القوى الحاكمة سيزداد حدة وتأثيرا، وأن الانتفاضة ستعود للانبثاق مرة أخرى كثورة عارمة لا تبقي على أحد ممن اشتركوا في دمار العراق وسلب حقوقهم وسرقة حياته وحياة شعبه. ثلاثون يوماً مضت وحكومة عبد المهدي فضلت استخدام الرصاص على ضمير الدولة الحي، عندما يقفز رقم الشهداء إلى المئات والجرحى إلى الآلاف، وحكومة القناصين تراود وتنتهج سياسة الخداع والمماطلة والتسويف، ولا يعلن رئيسها أي نية لتقديم استقالته، فهذا يعني أن هذه الحكومة تسير بالبلاد والعباد نحو كارثة سيذكرها الأحفاد. هذا ما أشار إليه كاظم المقدادي في مقاله المنشور بصحيفة الزمن. سقوط مئات الشهداء وجرح الآلاف من الشباب يعني أن هناك أمهات وآباء وأرامل وأيتام، ووجع عراقي ممتد من الفاو إلى زاخو ومظاهرات وغضب وآهات سوف تلاحق القتلة من المسؤولين إلى أبد الآبدين. وليعلم هؤلاء القتلة أن هناك استحقاقات قضائية ومحاكم دولية تنتظر المسؤولين منهم عن جميع الجرائم التي ارتكبت بحق المتظاهرين السلميين. الملاحظ أن السلطة الغاشمة تحاول جاهدة إلى تجريد الاحتجاجات من طابعها السلمي وجر الشباب إلى مواقع المواجهات الدامية. 30 يوماً متواصلة بالدم والغضب والشهادة وكأن شيئاً لم يكن. ويحسب من هو قابع في المنطقة الخضراء أن لونها لا يزال أخضراً ولا يدري أنها اصطبغت باللون الأحمر منذ الأول من تشرين. وفي أول ساعة أطلق الرصاص على المتظاهرين السلميين زيادة في الاعتقالات والملاحقات التي جعلت من الدولة الديمقراطية التي يتباهون بها أضحوكة أمام العالم. على مدى 30 يوماً استطاع الشباب إدارة معركة وجود بأحسن ما يكون،
لقد أثبتوا للعالم أنهم مستمرون في انتفاضتهم حتى تحقيق المطالب كاملة من دون كلل ولا ملل. لا، بل أن الإصرار على المطالب والجرأة على إظهار الحق قد أدهش العالم بأسره. الكاتب يقول: إن السؤال الأخير يبقى، هل ستستمر الحالة على هذا النحو الخطير والثابت؟ نحن في مختبر كيميائي يتفاعل بشكل مستمر في الداخل والخارج، وفيه الصامد والمهزوم، المتيقن والمأزوم، وفي خضم هذا التفاعل تتفاعل أيضا إرادة المنتفضين وتزداد معنوياتهم وتتنوع أساليب مواجهاتهم وتتطور اجتهاداتهم. قتل نحو 400 شاب وإصابة 16,000 آخرين في انتفاضة العراق، حيث يظهر القناصون هنا أو هناك متلفعين بالسواد، يختارون ضحاياهم بعناية، يرمون بالرصاص الحي مصوبين على الرؤوس والصدور، تنتفض أجساد الشباب ثم تتهاوى، يلوذ القناصون بالفرار ويختفون. عبد اللطيف السعدون يقول في صحيفة العربي الجديد: إننا نعرف أن الذين اقترفوا الجريمة من خلفيات واحدة وأصحاب أجندة واحدة، وإن اختلفت في التفاصيل، هم أنفسهم من ارتكب جرائم الخطف والاغتيال والتغييب والاعتقال على مدى السنوات العجاف السالفة. هذا النفر الموسوم بالضعة والجبن هو الطرف الثالث الذي تشير إليه الأصابع، وليس ثمة طرف ثالث غيره، وليس غيره من اقترف كل تلك الخطايا، لكنه مع كل ما فعل ويفعل ما فتئ يجهد نفسه للتنصل من تابعة تلك الجرائم وإلقائها على عناصر معلومة مجهولة، يزعم أنه يبحث عنها. يلقي المسؤول التنفيذي الأول عادل عبد المهدي اللوم على عناصر مندسة يطلب منها الكف عن أعمالها الإجرامية، ويعد بالتحقيق والقبض على الفاعلين. ورئيس البرلمان محمد الحلبوسي يدعو إلى اعتقال ومحاكمة القناصة التي تشكل طرفاً ثالثاً. وحتى الميليشيات السوداء التي احترفت الجريمة تبحث هي الأخرى عن أطراف ثالثة تحملها مسؤولية القتل والقمع والقنص. من فعل هذا كله؟ إذن من هم القناصون؟ ومن أين جاءوا؟ من أعطاهم السلاح وخولهم سلطة القتل؟ تلك الأسئلة سوف تظل معلقة برقبة القتلة الذين ما زالوا يلوكون ادعاءاتهم الفارغة في سعيهم المفتعل بحثاً عمن يعلقون على مشجبه خطاياهم، وسوف يظل القتلة المعلومون المجهولون يمارسون حرفة القتل والخطف والاغتيال بأمان، ربما لأنهم لا يعرفون حرفة غيرها، وربما لأنهم لا يستطيعون الفكاك من أسر من دربهم وزودهم بأدوات الجريمة وشرعن لهم القنص الحرام. الكاتب يقول: إن موسم القتل المبرمج الخاضع لأجندة سوداء غرضه إبقاء العراق ولاية إيرانية على وفق ما يرسمه الولي الفقيه، وهو أيضا موسم البحث عن أطراف ثالثة تظهر وتختفي مثل سعلوات شيطانية تزرع القتل والدمار أينما حلت، ولا أحد من رجال السلطة يسألها عما تفعله أو يقيم الدليل ضدها على ما تفعله، لأن كل من في يدهم السلطة هم أطراف ثالثة أيضا. إذا ما حدث ولجأ أحدنا إلى جوجل بحثا عن الأنظمة التي تستهدف المتظاهرين السلميين بالرصاص الحي والقناصة، لوجدنا أن الكيان الصهيوني يحتل مركزاً متقدماً في استهدافه أبناء الشعب الفلسطيني، ولوجدنا أيضاً أن النظام العراقي بات منافساً حقيقياً في استهدافه المتظاهرين السلميين. هيفاء زنجنة تقول في صحيفة القدس العربي: إن هذا يؤكد بما لا يقبل الشك ما نعرفه جميعاً، وهو أن أنظمة الاحتلال والقمع تستنسخ الإرهاب والممارسات الإجرامية. المنتفضون في العراق المحتل أمريكياً وإيرانياً ك
كما في فلسطين المحتلة من قبل الكيان الصهيوني، ومنذ الأول من تشرين أكتوبر يواجهون وهم يحملون حياتهم على أكفهم الموت الذي يزرعه القتلة خشية امتداد الحياة. وإذا كانت المقاومة الفلسطينية قد علمتنا أنها الحياة، فإن مقاومة المحتل الأمريكي في الأعوام التالية لغزو العراق قد علمتنا أن المقاومة تعني أن تكون موجوداً، أن تكون إنساناً. وها هي انتفاضة تشرين أكتوبر تبين أنها بوحدة تمثيلها للشعب ومطالبتها بإسقاط النظام الطائفي الفاسد وإنهاء الاحتلالين الأمريكي والإيراني قد وصلت مرحلة التغيير النوعي لتراكم ما سبقها من مقاومة وحراك شعبي. واجهت الاعتصامات السابقة محاولات اختطاف واحتواء وتشويه متعددة يكررها المتشبثون بغنيمة السلطة حالياً تجاه المنتفضين، مقابل حيوية المنتفضين وتنظيمهم مدن الساحات المزودة بالأساسيات التي فشل النظام بتزويد البلد بها على مدى 16 عاماً وبميزانية سنوية بحدود 120 مليار دولار، يقوم النظام بالدفاع عن وجوده ومصالح أفراده مسخراً مختلف الأساليب الجامعة بين القمع الوحشي ونعومة الخطاب. الكاتبة ترى أن مراجعة مسارات التظاهرات في العراق على مدى حقبة الاحتلال ومواصلة ذات الوجوه والأحزاب الهيمنة على السلطة وموارد النفط سيبين بوضوح أن الانتفاضة الحالية ليست وليدة شهر تشرين، بل استمرارية المقاومة ضد المحتل والنضال الذي دفع آلاف المواطنين حياتهم ثمناً للوصول إليها اليوم. حاول كل من شاهد فيديو الناشط المدني في كربلاء حسن البناء الذي تم اختطافه في وضح النهار من قبل الأجهزة الأمنية حاول أن يفهم لماذا لم تثور ثائرة الأجهزة الرسمية، وأين كان المحافظ المؤمن نصيف الخطابي الذي لطم الخدود وشق الجيوب عندما ظهرت فتاة تعزف الموسيقى في ملعب كربلاء. هذا ما تساءل عنه علي حسين في مقال له في صحيفة المدى. كيف نطلب من محافظ كربلاء أن يدين عملية إرهابية ضد مواطن أعزل وهو الذي خرج على الناس يقول إن فيديوهات قتل المتظاهرين مفبركة؟ هل تصدقون مثلاً أن القضاء العراقي الذي غرم جواد الشهيلي 200 دينار عداً ونقداً ورفض أن يفتح ملف صلاح عبد الرزاق وغض البصر عن ماجد النصراوي يمكن أن يصدر حكماً بإدانة محافظ كربلاء باعتباره شريكاً في جريمة تعذيب شباب التظاهرات ووضعهم في ثلاجات كبيرة؟ هيهات، قالها قبلي رئيس مجلس البرلمان محمد الحلبوسي الذي لم يرف له جفن لموت مئات المتظاهرين، لكنه لم ينم ليله ولا نهاره لأن أبو مازن اعتقل ووضع في مضيف مركز شرطة كرادة مريم، حيث أصر الحلبوسي على أن ينام في المركز إلى جانب حبيبه وصاحب الفضل الأول في وضعه على كرسي رئاسة البرلمان. وقبل هذا أرسل رئيس مجلسنا الموقر كتاباً فاسداً إلى القضاء يطالبه بإطلاق سراح أبو مازن، فالاقتراب منه جريمة لا تغتفر. ولهذا بشرنا مجلس القضاء مشكوراً بأن البزوني أفرج عنه بقرار قضائي لأنه مواطن يمتاز بدرجة عالية من النزاهة والشرف. الكاتب يدعو أيضاً إلى عدم التساؤل عن أسماء وعناوين الذين يخطفون الشباب ويعذبونهم ويطلقون على رؤوسهم الرصاص الحي، لأن هناك خطوطاً حمراء كثيرة لا يمكن الاقتراب منها. خمسون سنتاً بخمسمائة ألف دولار، خبر منشور في البيان الإماراتية. بيعت عملة نقدية نادرة تساوي نصف دولار خمسين سنت في عام 1838 مقابل 504 ألف دولار أمريكي أخيراً في مزاد علني في بالتيمور بالولايات المتحدة الأمريكية.
وقالت صحيفة البيان الإماراتية إن القطعة المعدنية الدائرية التي وصفها بيت مزاد ستاكس براورز غاليريز بأنها عملة إسطورية ليست قديمة فحسب، بل هي نادرة للغاية، وتم إصدار 20 قطعة منها فقط في عام 1838. وتعتقد مؤسسة سيمثي سونيان أنه لم يتبقى منها سوى 11 قطعة أو حتى 9 قطع وفقاً لبيت المزاد. وكانت عملة نقدية لنصف دولار مدموغة بحرف أو، وتعود لعام 1838، قد بيعت مقابل 763 ألف دولار أمريكي في عام 2014. الآن إلى الكاريكاتير. نهاية صدى الأقلام لهذا اليوم، طاب نهاركم وإلى اللقاء.